أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن قصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا إن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.